إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، نربط بكم اتصال مجددا من ملعب الحسن الثاني بفاس. أكيد المقابلة اللي كتجمع في الأثناء فريق المغرب الرياضي الفاسي أمام الجيش الملكي بمدرجات فارغة كما كتشاهدوا. قرار ديال السلطات الأمنية والمحلية على مستوى مدينة فاس رخصت بلعب هذه المقابلة هنا ملعب الحسن الثاني بدون جمهور. أكيد يعني كان السياء ديال الجماهير اللي ما حضرتش هي الملعب، لان كانت تريد ان تسترجع الذكريات والامجاد ديال الماس بهذا الملعب. طبيعة الحال المقابله اللي كتجري برسم الدوره 11 من البطوله الاحترافيه انوي، الجيش الملكي عنده 20 نقطه، لعبات 10 ديال المقابلات. بطبيعه الحال هذه المقابله 11 ديالها، فازت في 6 ديال المقابلات، تعادلت في مقابلتين وخسرت 2 ديال المقابلات، اذا 20 نقطه في المرتبه الاولى. نهضه بركان بطبيعه الحال في المرتبه الثانيه، لعبات 10 ديال المقابلات، فازت في 5 مقابلات، تعادلت في 5 وخسرت 0 مقابله ب 20 نقطه. الرجاء الرياضي اكيد في المرتبه الثالثه، فاز 5 ديال المقابلات، تعادل 2 ديال المقابلات وخسر 0 مقابله 20 نقطه كذلك. بالنسبه للمغرب الفاسي فهو في المرتبه التاسعه، لعب 10 ديال المقابلات، هذه المقابله ديالو 11، بطبيعه الحال فاز في 3 ديال المقابلات، تعادل في 5 ديال المقابلات وخسر في مقابلتين. بطبيعه الحال متابعينا ومشاهدينا الكرام عنده الماس قلت المرتبه التاسعه ب 14 نقطه. إذا جارية الآن في أثناء المقابلة، أكيد كنقربكم المدرجات اللي هي فارغة كما كتشاهدوا معنا، نحاولوا نديروا معكم نقربكم من المدرجات. إذا كما قلت المقابلة تجرى بمدرجات فارغة، أكيد كان السياء ديال جماهير الفطل تيقال من خلال البلاغ اللي صدرته أكيد، واللي عبرت فيها السياء ديالها بطبيعة الحال بعدم حضورها في ملعبها. أكيد قالت بأن كان خاص الجهات المسؤولة تحمل المسؤولية ويسمحوا لهم ينظموا يعني هذه المقابلة بحضور جماهيري. السلطات بطبيعة الحال قرار ديال الملعب ديال حضور الجمهور عنده يعني الاسباب ديالو، عنده الحيثيات ديالو، ولكن الجمهور لم يتقبل بطبيعه الحال هذا القرار. كان يعتبر لان هذه المقابله كان خصها تجرى هنا بفاس بملعب الحسن الثاني بحضور جماهيري. كنعرفوا المقابلات بدون جماهير فكيكون عندها واحد، بحضور جماهير كيكون عندها طعم خاص اكيد. هتافات في كل المدرجات، تيفويات ترفع، شعارات ترفع، هزيج ديال الفطال تيغرس. فالف شكر للجماهير ديال الماس اللي كتشجع الفريق ديالها وكتتبع يعني الفريق في كل المدن وكتقدم يعني الكثير من اجل فريق المغرب الرياضي الفاسي. فنتمنوا صادقين لان المقابلات المقبله ان شاء الله تكون بمدرجات يعني فيها جماهير ان شاء الله. غنبقاو مع لمواكبه التفاصيل ديال هذه المقابله وغنرجعوا لكم من خلال بث مباشر اخر بعض اللحظات. دمتم في امان الله، السلام عليكم.